فالارقام بتقل، لكن في النهايه انا بحصل على الرقم، والرقم ده انا باكد لك هيتضاعف يمكن مرتين ثلاثه، لان انا بفترض ان سعر الكيلو وات اور ثابت وبالرقم بتاع النهارده، وده مش حقيقي يعني. يعني ال 25 مليار ثابت، ثمن المحطه ثابت، لكن سعر الكيلو وات اور طالع. مين المستفاد؟ انا المستفاد. يعني كمان 20 سنه هتشوف بعض الناس بيقول لك المحطه دي كانت زمان، كانت زمان قوي، من 30 سنه كنت بتكلم على مليار، بعدها بشويه بقى وصلت ل 2 مليار، وصلنا لحد 4 5 مليار المفاعل بتاع الامارات 5 مليار واحد. احنا بنتكلم على 7 تقريبا، 7 مليار بالانترست ريت بتاعه، بالارباح بتاعه. في مفاعل في لينينجراد من النوع ده، هو بيقول عليها 200 كيلو وات، 250، يعني انا بتكلم على حدود 5000 كيلو وات من موقع الدوار. له مواصفات في الاشكال، كان هو ده مفاعل نوفو بريتش، ده اول مفاعل بدا بناؤه من النوع الجديد ده اللي هو ال 1200، من في شهر مارس اللي فات وضع الوقود في قلب المفاعل اهو. ده نوع الوقود، شكله مسدس بالمناسبه، وطبعا مسدس احسن من مربع. الناس بالذات بتوع الفيزيكس هيفهموا ايه عشان النيوترون ليكج.